عرفت عنوانها، ساكنه في حته دين فيلا عزمي. مياه معدنيه وكمان مستورده. الله يرحم ابوكي كان بيشرب من الترع. هو انت بتقول حاجه عزمي؟ لا يا حبيبتي بقول لك بتفكري في ايه يعني؟ لا مفيش يعني، هتبقى اخر عمليه اللاست. امال اللي فاتت دي كانت ايه؟ كانت قبل اللاست يعني، كانت انقاذ موقف كنا بنحمي ابننا. صدقي عندك حق، هو دي بس ونأمله بيها مستقبله. خلاص ما تقلقيش همخمخ لك كده واظبط لك واشوف لك دخله حلوه للست دي. دخلت ايه يا ابو دخله وانا لسه هستناك؟ انا خلاص ظبطت وخططت وانت عليك تنفذ وبس. والله بقيتي تعرفي تظبطي وتخططي لوحدك يا اشجان يا بنت امبارح. يا ابني انا بنصب من قبل ما انت تقول على السكر اوكر. طب ايه رايك بقى ان انا بنصب من قبل ما تقول عايز اعمل ايه اح؟ طب ما تيجي نقيس بقى ونشوف. خلاص مين. خلاص بقى يا اشجان نقضيها كلها كده مش مشكله. قولي يا حبيبتي ايه بقى الدخله بتاعت الست دي؟ دخلتها يا سيدي في الشنطه دي. ازاي صحتك في العلبه كده؟ لا لا ايه يا عطا ايه الاخبار عندك؟ زي الفل. تعالى هو في بطيخ بيقع من الشجر؟